سقوط رافعة خاصة بنقل العمال للبناء والمعدات داخل العمارة. داخل العمارة سقوط حر سريع وخطير من حوالي الطابق 11، مما على متنها 5 أشخاص عمال. أدى هذا الحادث إلى وفاة 3 أشخاص في عين المكان. إسعافاتنا تنقلت بجريحين في حالة جد خطيرة، في حالة جد خطيرة، ولكن للأسف الشديد تبين أن هناك تحية رابعة قد توفيت، توفيت على المستشفى.